أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مات الكافر فهل يجوز الحكم عليه بأنه في النار وجزاكم الله خيرا؟ الكفار في النار على وجه العموم، ولكن المعين والشخص المعين لا ندري ماذا ختم له، هل هو تاب أو ما تاب، فلذلك لا ندري. نقول هو في نظرنا أنه من أهل النار في نظرنا، أما عند الله فربما تاب قبل أن يموت. نعم.